اهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من الزغلول بيحكي. اوكي، زي ما شفتوا في الحلقة الماضية كنت قاعد بلعب روكيت ليج وكنت مسطر على الاخر، فروحت نمت قلت بنام ساعتين برجع هيك فريش. المهم خلينا نصور هيك فيديو اسطوري نحمي فيه، فلازم يكون اشي كثير خفيف. هذا كيك ولا مش كيك؟ يلا يا كبير. مش كيك، مش كيك، هاي مش كيك. مبين برجر. يو والله طلعت كيك. قالش يا جماعة مسطر شوي. مش كيك. مش كيك. مسكينة حام. كيف يا زلمة؟ والله طلعت كيك. اوه ذهبت الكندر جواتها. لا عم نتعلم كيف نعمل كيكة. المقطع قلب روح نفسية. والله بدي روح نفسية بعد الغبة اللي صار معي. شوفوا يا جماعة مش قادر أحكي. أنا بحكي هاي كيك. شو بتحكوا؟ طلعت كيك. هاي فيك فيك فيك. هاي انا سايل. هاي شمام تعرف. هاي لا مش كيك. لا هاي سكينة حامية. كيك طلعت كيك. لا بس هاي سندويشة اللي فوق سندويشة اللي تحت عاملينها كيكة على شكل جريمة. لا والله اللي فوق طلعت كيكة. لا كيك كيك. ايه كيك ولا هذا؟ ايش القرف هذا؟ هذا مش كيك. يا مستحيل تكون كيك. ما طلعت كيكي. هاي أسطورية. الشمعة طلعت كيكة. خس مش كيك. طب هاي كيك كمان. والله طلعت كيك. أكل صيني مش كيك. كله طلع كيك. كله دخل على المكان كله كيك. زريعة كيك. الجرس اللوه كيكي. دوريتوس كيك بالعادة. والله غريب هذا الكيك ومش كيك. والله والله يا جماعة بالنسبة لي هدول الناس مجانين اللي بيعمل زي هيك كيكة على شكل التليفون وكيكة على شكل الكاسة. بتعمل كيكة عادية وخلص والعب
شكلها بس عادية تكون. ليه انا لما اجي اكل شغلي اخاف احكي هاي كيك ولا مش كيك؟ شو اللي انا قاعد بحكي؟ لا الحفاية كمان عاملينها على شكل كيكة، انها كيكة مش كيك. يقول طلع كيك. هاي كيك. لا ما كيك. كيك. شفته قبل شوي. لا حتى البيت عملوها كيك. شكله بغزي اصلا. شكله ذكي. هيك كثير قاسي. طالما نزلت السكينة هيك فيها معناته كيك. لعيب كيك ورفيق. لا كل هدول كيك. او والله كيك. اوكي هذا هو كان الفيديو. يلا على الفيديو اللي بعد.